حفظه الله ورعاه. ونبدأ مشوار الذلل والزمول، نبدأ مشوار الذلل والزمول لأبناء القبائل. مسافة كل شوط من الأشواط الثمانية هي 8 كيلومترات، وهذه الانطلاقة انطلاقة شوط القمة، انطلاقة شوط القمم في هذا اليوم، انطلاقة شوط الشداد، شوط الشداد الفضي المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الشداد الفضي الشرف الكبير اللي يحققونه المضمرين، وفي كل موسم وفي كل مشاركة نرى من فاز بالشداد ونرى من تأهل إلى سباق التحدي في هذا الشوط. أول كيلومتر من بداية الانطلاقة، وجائزة هذا الشوط بالمركز الأول 70,000 ريال غير الشداد الفضي، إضافة إلى الشداد، والمركز الثاني 25، وحتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة، وذلك إضافة إلى تأهيل 3 المراكز الأولى إلى سباق التحدي في هذا الشوط، وهو شوط الذلل الأول والرئيسي لأبناء القبائل في دولة قطر. هذه مقدمة الشوط، هذه مقدمة الشوط، وهذه سمحة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء للسيد هزاع بن عجلان الهاجري، مسيطرة على زمام الأمور في بداية الانطلاقة، بينما نرى الذيبة في المركز الثاني للسيد راشد بن عبد المحسن المستور، وفي المركز الثالث للسيد سعود بن محمد الشافي اللي محتل للمركز الثالث، والدور دور المركز الرابع اللي تحتل المركز الرابع للسيد زايد، للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، الرقم غير واضح على ذلوله، وايضا على ذلول بن شافي اللي في المركز الثالث. نتمنى ان يوافون المضمرين باسامي ومعلومات الذلل. شقرة اللي في المركز الثالث، وخذت المركز الرابع للسيد سعود بن محمد الشافي، وايضا نعود للمركز الخامس الغالية تحتل المركز الخامس، تعود ملكيتها للسيد فهد بن حصين النعيمي، وفي المركز الساتة اللي على الكادر الثاني المهيرية، في المركز السادس للسيد ناصر بن علي بن جار الله المري، والمركز السابع للسيد مسفر بن سفران المري اللي هي حاملة رقم 47 اللي هي بعايد للسيد مسفر بن سفران المري، ونقله على المركز الثامن الثامنة للسيد هجوم للسيد ملحان بن حبيبة المري، وأرى العاصفة بالمركز التاسع انتقلت إلى المركز الثامن. العاصفة للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، يضمر العاصفة السيد ناصر بن سالم المكسور، واللي انتقلت من المركز العاشر إلى المركز التاسع في هذه اللحظة الشاهينية للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري، وعودة إلى المركز العاشر اللي هي للسيد ملحان بن حبيبة المري اللي في المركز التاسع وليس العاشر، العاشر اللي تليها مباشرة، اللي تليها في المركز العاشر الهجوم هاي في المركز التاسع للسيد ملحان بن حبيبة المري. بنشوف المركز العاشر، هناك مركز ينقصنا ما تمت إذاعته، بنشوف 5 كيلومترات أيها الإخوة تبقى من مسافة هذا الشوط لنصل إلى مفاجأة هذا الصباح، مفاجأة هذا اليوم لجار الله بن حمد بن سالمين
المري في المركز العاشر وعودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، هذا أيضا هذا تقدم واضح أمامنا وملحوظ للخيارين. لكن ناصر المكسور قلنا لكم أن الرقم غير واضح. نتمنى من أبو سالم أن يعطونا اسم الذلول أو يعطونا أي معلومات عن مالكها لنذيع بالتحديد هذه الذلول اللي أمامنا منفردة لمقدمة الشوط. الظبي يا سلام، الظبي أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء. للسيد محمد بن سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، الظبي مسيطرة على مقدمة الشوط، والشوط هو الشوط الحساس، هو شوط القمم لذلل أبناء القبائل في دولة قطر هذا اليوم وفي هذا المهرجان الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. اشداد الفضي هو تذكار كبير وشرف كبير اللي حققه هذا اليوم، فازت به بالموسم الماضي الراية للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين. ولنرى من يفوز به هذا اليوم، لنرى من اللي تاخذ اشداد، من اللي تاخذ اشداد، ومن هو سعيد الحظ الذي سيتوج بالمنصة ويستلم اشداد من يدي سمو رئيس مجلس الوزراء الكريمتين هذا اليوم بعد أن ننهي مشوار هذا المهرجان تماما حتى في مساء اليوم. المقدمة الظبي أيها الإخوة للسيد سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وفي التضمير السيد ناصر بن سالم المكسور من كبار المضمرين، والمركز الثاني شقرة للسيد سعود بن محمد الشافي، ودخول من الشاهينية أمامنا اللي خذت المركز الثاني من شقرة للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري، وأيضا تتراجع شقرة لتحتل المركز الثالث للسيد سعود بن محمد الشافي، والدور دور المركز الرابع. الغالية غالية، وهذه غالية، هذه هي الغالية مشاهدينا الأعزاء، وتحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها للسيد فهد بن حصين النعيمي، وعليها ترشيحات كبرى في هذا اليوم. إنما المركز الرابع الذيبة تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها للسيد راشد بن عبد المحسن المستور. الذيبة بالمركز الرابع، وفي المركز الخامس العاصفة للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، وأيضا يضمرها السيد ناصر المكسور. وفي المركز السادس مطرة للسيد صالح بن حمد بوصلع المري، وفي المركز السابع مهيوبة في المركز السابع للسيد ناصر بن علي بن جار الله البريدي، ناصر بن علي بن جار الله المري. وفي المركز الثامن وعد تحتل المركز الثامن، وأيضا دخول من شعار بن نايفة المركز الثامن تغيير، اللي هي الغزيل للسيد محمد بن عبد الله بن نايفة، وتشويش في المركز التاسع للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين لأول مرة. ذا انتظروا مفاجآت تشويش أيها الإخوة، ومضمرها السيد نوار دخيل الله العتيبي. المركز العاشر للسيد مبارك بن قطامي المري، والرقم غير واضح. هذا الشعار شعار مبارك بن قطامي، اللي هي طيف، وهذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هذه نتيجتنا، وهذه الشاهينية اللي أقرب للفوز بشداد، الأقرب للفوز بشداد. يا سلام يا سلام، إنجازات كبرى يحققها فيصل بن طالب بن شريم في هذا المهرجان، وفي أشواط رئيسية كبرى قدمت له العديد من التهاني والنواميس والبطولات في هذا المهرجان، في سن اللقاية وفي سن الإذاع وفي سن الثنايا، وخصوصا في سن الثنايا عندما أبدع مبدع
ليشارك بالشوط الأول وينفرد من بداية الانطلاقة حتى أن وصل إلى خط النهاية بدون أي مضايقة وبدون أي تعليمات. مضطر أن يديرها فيصل بن طالب بن شريم. هذا يستاهل عليه الناموس، يستاهل عليه بطالب. وهذا هو الشداد أمامنا على شاشة التلفزيون، واضح لحضراتكم مشاهدين الأعزاء، وهو جائزة أشداد الفضي الثمينة والغالية، وإضافة لها 70,000 ريال. ويا هل ترى من اللي بيكون أخو فريال اليوم وبياخذ 70,000 ريال؟ الله الله، هذه شاهينية، هذه الشاهينية للسيد فيصل بن طالب الجريم، محتلة للمركز الأول وتسلل ملموس للغالية اللي انتقلت للمركز الثاني أمامنا على الكادر التحتاني 1500 متر. والغالية للسيد فهد بن حصين النعيمي وفي المركز الثالث. العاصفة تعود ملكيتها للسيد سيف الضبي بالمركز الثالث للسيد محمد بن سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. انضم للمكسور ناصر. وفي المركز الرابع العاصفة وصلت أم الإنجازات، أم الإنجازات واصلة أيها الإخوة، ومحتلة للمركز الخامس للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين. مضمرها ناصر بن سالم المكسور. ومطرة في المركز الخامس للسيد صالح بن حمد بن بوصلعة المري. وتشويش في المركز السادس للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين. وإلى هذا الكيلومتر الأخير، الله، الكيلومتر الأخير. وشداد يا فيصل يا بن شريم، اشداد 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 اشداد. نباك 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 تحطه بالديوانية. اشداد الفضة، اشداد الفضة، واشداد الشاهينية او اشداد الغالية او اشداد مطرة. المنافسة بتكون خطيرة. الله الله، واشتعل فتيل المنافسة بين المضمرين. الله 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 الله، وهذه الشاهينية تشتهي اشداد، تشتهي شداد، والغالية تغلي وتحب شداد. ولكن يا هل ترى من الثنتين تبقى وتصر على أن تحقق الإنجاز الضخم في سن الذلل لأبناء القبائل؟ الشاهينية للسيد فيصل بن طالب الشريم، وشداد الفضي بانتظارها، وأيضا الغالية للسيد فهد بن حصين. يا سلام، الله الله، الغالية 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 الغالية، وفهد بن حصين النعيمي. والمنافسة خطيرة بين الشاهينية والغالية، الشاهينية والغالية، وغلت الغالية. يا سلام، الله 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 الله، وفعلا وفعلا ينتزع اشداد، ينتزع اشداد فهد بن حصين النعيمي، ويحقق اقوى بطولات هذا المهرجان. تهانينا تهانينا على فوز الغالية بالمركز الاول للسيد فهد بن حصين النعيمي. المركز الثاني الشاهينية للسيد فيصل بن طالب الشريم. وفي المركز الثالث تشويش للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الرابع العاصفة للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين. والخامسة مطرة للسيد صالح بن حمد بوصلعة. وفي المركز السادس انجاز للسيد جابر بن حمد بن مسعود المري. وفي المركز السابع الثامن للسيد مبارك بن قطام المري. والتاسعة للسيد سعد بن سند المسيفري اللي هي منوة. وفي المركز العاشر أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، أرجو أن يوفق زملائنا في خط النهاية ويحكمون المركز العاشر لمن وحقق هذه البطولة. النعيمي حقق البطولة، فهد بن حصين النعيمي، وفاز بالشوط الأول الرئيسي للذلل لأبناء القبائل. وهذه الغالية اللي انتزعت اشداد، اللي انتزعت اشداد وفائزت بالجائزة النقدية القيمة. توقيت زمني ممتاز قطعت به مسافة 8 كيلومترات الغالية، وهو 13 دقيقة و35 ثانية و24 جزء من الثانية. تهانينا على هذا الإنجاز،
وهذا الانتصار الكبير لمهدى للسيد فهد بن حسين النعيمي. وكل من قال أنا نعيمي أهني الذين فازوا وحظيوا ببطولة هذا اليوم، بينما ال